السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطني، وضيفنا لهذه الحلقة سعادة الدكتور محمود أبو لبدة، اختصاصي طب عام في منطقة أم نوارة شارع الجسور 10 عمارة 101. سعادة الدكتور محمود أبو لبدة، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. بالبداية، أنت أشهر من أن تعرف في هذا الاختصاص، اختصاص الطب العام في منطقة أم نوارة. حابين نعرف السادة المشاهدين، من هو سعادة الدكتور محمود أبو لبدة؟ تفضل دكتور. أنا الدكتور محمود جبر حسن أبو لبدة. نعم. سكان أم نوارة، طبيب عام، خريج كلية الطب جامعة برشلونة إسبانيا. نعم. في عام 1982 عملت في وزارة الصحة لمدة 31 عاما ما شاء الله، وتقاعدت قبل سنة من الآن، وافتتحت عيادتي الخاصة التي ترونها الآن. نعم، نقول لك احنا دكتور لك الباع الطويل ما شاء الله، فنيت العمر الطويل في هذا الاختصاص، اختصاص الطب العام، لك مبروك افتتاح هذه العيادة من وراء. دكتور، تحدثنا الآن عن تأسيس هذه العيادة، مع أنها جديدة هذه العيادة، لو نتحدث عن تأسيسها. نعم. بعد تقاعدي من وزارة الصحة بعد الخدمة الطويلة، وجدت من المناسب أن أفتتح هذه العيادة كي أشغل وقتي. نعم. وأشوف وأرى بعض الحالات اللي نعم تحدثت المرضية كي أستمر في العمل. نعم، تحدث الدكتور بعض الحالات، أبرز الحالات في منطقة أم نوارة أكيد فيها اكتظاظ سكاني، لو تحدث عن أبرز هذه الحالات دكتور. الحالات اللي دائما نشوفها في العيادات معظمها أطفال. أطفال بيعانوا من التهابات مجاري تنفسية علوية كالتهاب اللوستين. نعم. التهاب القصبات الهوائية، الرشح والزكام وارتفاع في الحرارة. جميل. معظم الحالات هاي اللي نشاهدها. نعم. في نعم. الصيف. نعم. شوي بتختلف الصورة يعني حسب الفصول دكتور. حسب، بصير تجينا شوية حالات إسهالات وما إسهالات وتسممات غذائية. طب دكتور، الوقاية من هذه الأعراض؟ الوقاية في فصل الشتاء خاصة من الأنباط التنفسية العليا والسفلى، لازم الواحد يكون يعني يتجنب أماكن الاكتظاظ قدر الإمكان. نعم. يعني ويستعمل الوقاية كأنه إذا منطقة مكتظة مجتمعة يحاول يعني في أحد مصاب فيها إنه يتجنب فيها. جميل جميل. نعم جميل. سعادة الدكتور محمود أبو لبدة، نتحدث الآن عن تطور هذا الاختصاص، اختصاص طب العام في الأردن، كيف ترى دكتور؟ والله إن شاء الله بكون مشرق، لأنه يعني الطبيب العام هو أساس الطب. نعم. بيشوف الأول بأولا كل الحالات وبيفصلها، والحالات اللي ما بقدر عليها بيحولها للاختصاصي اللي أعلى منه. نعم جميل. سعادة الدكتور محمود أبو لبدة، نحكي العيادة الجديدة، هل تواجهنا مشاكل أو معوقات من أي جهات معنية لهذه العيادة من المواطنين؟ لا لا لا، ما في مشاكل ابدا. نعم. الحمد لله رب العالمين. هل يوجد تعاون بين وزارة الصحة وهذه العيادة؟ لا، الان بعد تقاعدي انقطعت انا اعمل بمجهودي الخاص. نعم ما شاء الله عليك. نعم. لا احنا بنحكي لك، احنا سؤال بنجيبه احنا كفكاية شوي دكتور. دكتور محمود ابو لبدة، لو تحدثنا الان، ما هي طموحات هذه العيادة دكتور والرؤية المستقبلية؟ والله طموحاتي اني ازيد العدد اللي اشوفه، والهدف الاساسي من هاي العياده ليس الربحي بقدر اني اشوف يعني حالات ممكن تكون حتى يعني لله، ومشان امضي وقتي واتسلم على هاي، وليس الهدف الربحي الاساس في العياده هاي. نعم يعني احنا بنحكي انك يعني خدمه المجتمع، خدمه المجتمع في هذه المنطقه، مش يعني مش بحاجه لاشياء اكثر. نعم. من ذلك ما شاء الله عليك، يعني وزاره الصحه يعني لك باع طويل دكتور ما شاء الله. قديش قاعد دكتور بوزاره الصحه؟ قدمت بعد 30 سنه ما شاء الله. يعني نحكي ما شاء الله عليك، نحكي عفوا امام الشاشه يعني قرفان هاي المهنه ما شاء الله. لا لا والله ذكرياتي طيبه. طيبة ان شاء الله. الحمد نعم لله. ما شاء الله عليك، يمكن انت ابرز الحالات واخطر الحالات اللي بتجي عندك بتكون سهله بين ايديك ما شاء الله، كالخبره الطويله اللي لك ما شاء الله. الحمد ما شاء الله عليك دكتور. في خريجين الان جداد في هذا الاختصاص واختصاصات اخرى، اكيد يمكن ما بحبوش يشتغلوا الا بنفس الاختصاص. احنا نقول مثلا
يعني كأطباء ممنوع يمكن يشتغلوا شغلة ثانية أو كي. لكن بتلاقي ثقافة العيب، يعني الشغل مو عيب يعني. نعم، حابين نوجه رسالة للخريجين الجدد سعادة الدكتور محمود أبو البدر. بالنسبة للخريج الجديد اللي بجوز بلاقي صعوبات في العمل وما عمل، أي فرصة تتاح له وفي أي مكان يتاح له لازم ما يقصر. فالحياة يعني دائما تدريجية، درجات، وليس يعني بدك تصل للقمة من أولها. نعم، يعني من صار على الدرب وصل، لكل مجتهد النصيب. نعم. سعادة الدكتور محمود أبو البدر، بهذه المناسبات الوطنية عيد الاستقلال وعيد الثورة المئوية وأيضا حلول شهر رمضان المبارك، واحنا فيه الان، شو بتحب توجه رساله لجلاله الملك عبد الله الثاني وللاسره الاردنيه؟ يا سيدي، بمناسبه عيد الاستقلال والمئويه للثوره العربيه الكبرى، بنهني جلاله الملك بهذه المناسبه السعيده. نعم. بنهني جميع الشعب الاردني وبنتمنى له التقدم والازدهار والسير على هذا الطريق اللي بيقودنا الى السعادة والخير ان شاء الله. نعم، احنا بنقول لك دكتور محمود ابو البدر الله يعطيك العافيه في هذه الحلقه الجميله عبر شاشه قناه جوسات، عبر كاميرا انجازات وطنيه. سعاده الدكتور، احنا قبل نهايه هذه الفقره حابين نحدد للساده المشاهدين موقع هذه العياده، عياده الدكتور المعروف الدكتور محمود ابو البدر، وارقام الهواتف للتواصل اكيد مع حضرتك. نعم، عيادتي موجوده في منطقه النصر النواره، شارع الجسور 10. نعم. رقم العمارة 101. الهاتف بتاعي 079-50-5100. نعم، عبر قناة، عبر شاشة قناة جوسات. أعزائي المشاهدين الكرام، حاب يتواصل مع سعادة الدكتور محمود أبو البدر كاختصاص طب عام، أكيد اختصاص طب عام. دكتور، إحنا حابين أيضا نذكر للسادة المشاهدين ما المقصود بالطب العام قبل نهاية هذه الفقرة. الطب العام بيشمل كل التخصصات، يعني بيعرف من كل شيء هاي. فالمريض أول ما بيجي بيشكي له المريض شو اللي هذا، ممكن يشخصه، ممكن هاي اذا كان بامكانه معالجته في عيادته بيعالجه، اذا نعم. كان بده اختصاصات اخرى. نعم، يعني احنا نحكي الطب العام بيشمل جميع الاختصاصات. وفي نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعاده الدكتور المعروف دكتور محمود ابو البدر في اختصاص الطب العام في منطقه ام نواره، شارع جسور 10. الارقام ستظهر على الشاشه اعزائي المشاهدين الكرام عند زميلنا مدير التصوير عبد الله اللوزي. وشكرا جزيلا سعاده الدكتور محمود ابو البدر. الله يعطيك العافيه يا سيدي على الزياره الرسميه. اهلا بكم. قلبي هو للعماني والكراكي.